السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم متابعين الأعزاء في قناة أمل فؤاد لولا كيتشن. دلوقتي هنعمل مع بعض البيتزا بتاعة الطاسة. هنعملها بسرعة جدا بمكونات بسيطة جدا جدا. يلا بينا نشوف مع بعض الفيديو. النهاردة مكونات بسيطة جدا اللي معانا، هنعمل البيتزا زي ما انتوا شايفين بمكونات قليلة جدا، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. كوباية وربع من الدقيق، كوباية من الزبادي او اليوغورت او اللبن الرايب، مع مراعاة الكوباية اللي بنعاير بيها الدقيق هي اللي بنعاير بيها الزبادي، يعني مش كوباية زبادي علبة زبادي او علبة راي او رايب، لا نعاير بنفس الكوباية. كوباية الدقيق كوباية وربع، هنا كوباية، تمام كده. بعد كده الدقيق ده هنرش عليه رشة ملح بسيطة، هنرش عليه رشة ملح، وكمان هنحط عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنحط عليه نص معلقة بيكنج صودا، واللي ما عندوش بيكنج صودا نحط معلقة ونص بيكنج باودر، وكمان الزبادي او اليوغورت او اللبن الرايب هنحط عليه معلقة صغيرة زيت زيتون او زيت عادي، مش مشكلة الزيت اي زيت عندك، تمام. يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونلخبط المكونات على بعض. اول حاجة هنحط الدقيق، كوباية وربع دقيق متعدد الاغراض هنحطه، وبعدين ننخله. بيتزا سهلة جدا وجميلة جدا وبتتعمل في سرعة يعني فظيعة. انا نفسي اكل بيتزا ومش عايزة اقعد اعجن واخمر واحط خميرة واستنى وانتظر، فدي اسرع حاجة. خلاص كده نخلت الدقيق، هحط عليه رشة الملح، رشة بسيطة جدا، وبعدين هحط عليه معلقة صغيرة بيكنج بودر. بسم الله، اهي معلقة مليانة، وبعدين هحط عليه كمان نص معلقة بيكنج صودا، اهي نص معلقة اهي هرشها عليهم، ولما افتح البيكنج صودا اخلي بالي علشان ما تبردش، اقفلها وبعدين اغلفها كويس واحطها كمان جوه كيس سندوتشات، والفها واحطها في برطمان ازاز علشان تفضل بالجودة بتاعتها والصلاحية بتاعتها تفضل زي ما هي. دلوقتي بقى هنقلب الدقيق كده، كل المكونات الجافة هنقلبها مع بعضها. دلوقتي هنحط الزبادي وهنحط عليها معلقة زيت زيتون او زيت عادي، هنحط الزيت معلقة مش مليانة بس كده، وهنقلبها لان الزيت ده بيدي البيتزا طراوة وبتبقى حلوة قوي. ونحط بقى نلخبط الزبادي على الدقيق، بسم الله، نحط بقى الزبادي كده نزلها، ونقلب بقى الزبادي مع الدقيق. عجينة بتخلص بسرعة، مش محتاجة عجن ولا محتاجة اي حاجة. العجينة لميناها يدوبك بنلمها، وبعدين لازم تكون العجينة بتلزق، لان كل ما انا احط دقيق عشان تبقى العجينة متماسكة ده بيخلي العجينة ناشفة، فاحنا على قد ما نقدر نخلي العجينة ملزقة شوية. دلوقتي هنرش شوية دقيق ممكن نريحها شوية، لو احنا مستعجلين نشتغل على طول مفيش مشكلة. دلوقتي هنرش شوية دقيق كده، دلوقتي بقى هناخد العجينة
لو احنا عايزين نقطعها قطع صغيرة ميني بيتزا نعملها يعني المقاس اللي احنا حابين نعمله، 2 3 كذا، واحدة واحدة كبيرة زي ما احنا عايزين. العجينة كل ما تكون بتلزق كده ولينة خالص بتبقى طرية جدا. احنا هنقسمها دلوقتي، هنرش رشة بس كده عشان نعرف نظبطها. عايزين سمكها لا هي تخينة قوي ولا هي رقيقة قوي علشان لا تبقى ناشفة ولا تبقى مش مستوية كويس. دلوقتي بقى هنولع على الطاسة او المقلية اللي احنا هنعمل فيها ونحط معلقة زيت صغيرة ندهن بس بيها المقلية اللي هنعمل فيها. ولازم نكون مسخنينها علشان تنزل عليها تديها اللون الذهبي. حطيتها كده، سخنت المقلاية وحطيت نقطة الزيت، وبعدين أول ما سخن الزيت حطيتها، هستنى أول ما يبقى اللون الذهبي من تحت هقوم قلباها، وبعدين على الوش التاني بقى أقوم حاطة المكونات اللي أنا عايزة أحطها. هشوف كده لونها كده، اللون الذهبي اهو، هنقوم قلبينها. اهي قلبناها اللون الذهبي اهو، هنسيبها بقى على الناحية التانية لغاية لما اللون هيبقى ذهبي برضو. وهنحط بقى هنا المكونات، قلبناها كده، هنحط بقى صوص الصلصة بتاعت بيتزا. هنحط بقى الجبنة اللي احنا عايزينها. حطينا زيتون كمان، بنحط كل المكونات اللي احنا حابينها. وهنغطيها بس ثواني كده علشان الجبن دي تسيح. اهي شكلها كده خلص كده زي ما انتوا شايفين لونها، مش قادرة اقول لكم. هنطلعها بقى ونشوف. وبكده الشكل النهائي للبيتزا زي ما انتوا شايفين. بصوا الطراوة بتاعتها، بصوا بتيجي معايا ازاي، اهي طرية جدا ومقرمشة خفيف، وطعمها هيعجبكم جدا، جربوها. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا، مع السلامة.